فيه وصراحة شاي منعنا على كيف كيفك، بيض الله وجهك. هذا من الجود، هذا من العطاء، وأنتم أهل الجود. وش حاب تقول للجمهور يا علي؟ أقول الله يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال، هذه من الأعمال اللي يحبها الله سبحانه وتعالى. أنفق مما أنفق الله عليك، اللي ما يعطيك الرزق دائما هو الله سبحانه. يا سلام عليك. الله يقول يعطي كل ممسك تلف ويعطي كل منفق خلف، فأنفق مما عندك يعطيك الله خلف الله عليك بأكثر منه. يا سلام. فالله يرزقنا ويرزقكم كل خير إن شاء الله، ويجعلنا إن شاء الله من التجار اللي نتبرع ونساعد الناس. يا سلام. الله يرزقنا لين يعطي لين يغنينا. يا سلام. ويغنينا لين يجعلنا نتبرع إن شاء الله ونسد مثل ذا الحالات. يا سلام. أنا أتمنى إني من الناس اللي عندهم مال ووفير عشان يسد مثل ذا الحالات. أبي أوقف مع الحالات الإنسانية اللي زي دي، هذه حالات إنسانية. جود بما تجود به نفسك، اللي تجود به نفسك ادفعه. يا سلام. تدفع بلاء، تدفع أبي يرد لك الله خير منها دراهم. يا سلام. وبيرزقك الله من حيث لا تحتسب. أسأل الله العظيم لي ولكل من يحتاج الوقفة